السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ايها الرائعون. النهاردة هنبدأ الروتين بتاعنا بالمنظر الحلو والخضرة في الريف المصري الجميل، ولا في باريس المنظر ده. بدأت جبت الملابس اهيت علشان انشرها. دي الغامق، الملابس اللي هي لونها غامق شوية والاسمر، نشرت بعض منها اهوت منشور ولسه بكمل تنشير. انا نشرت اهوت الغامق اهو، وبعدين جيت للفاتح اهوت هنشره في البلكونة ديت. هامسح البلكونة، الترابزين برضو كده كله بامسحه، والحبال. بالرغم ان طول الليل الدنيا بتشتى عندنا غسل الحبال، بس انا لازم برضو بزيادة تأكيد في النظافة. وادي الفاتح اهوت اتنشر كمان، نشرت اهو. وجيت بعد كده عندنا انفار رز اهوت، بحط عليه ميه وهغسله. انا غسلته كم مره اهوت ونزلت منه الميه. كل ما الواحد ينزل منه الميه كتير يعني بينزل النشا، ما يبقاش معجن كده، يبقى مفرفر كده ويبقى مفلفل. عندنا انفار بيشتغلوا في شقه اسلام ابني، فبص تلاقي البيت كله بيبقى حاله طوارئ كده وبواعين كتير، وطبعا الواحد كل شويه يعمل لهم حاجه. غسلت الحله ديت وحطها تنشف، لما تنشف خالص على النار. هي لما نشفت هحط شويه زيت، ما بكترش زيت يعني، كفايه كده. هعمل الرز بشعرية. انا كنت عاملة نص الكيس ده وعملته بالاستك كده، بعمله بالاستك اهوت علشان ما يدخلوش هوا. فاضل النص التاني احطه اهو. وجنب الشعرية لحد ما تدي اللون الكريسبي كده، يعني الواحد يجيب اللي تحت فوق اللي فوق تحت. لان الانفار اللي بيشتغلوا في البيت ده الواحد بقى بدلهم من احلى من الاكل اللي احنا بناكلوه، انضف حاجه. طبعا الواحد بيودلهم طول النهار ميه وشاي وعصاير وحاجات تانية غير الاكل، اهو لحد ما اللون راح ذهبي كده حلو كده، كفايه عليها تحمير كده. كده هحط الرز جنب الرز اهوت على الشعرية. اهوت خلطته، اصبح كله مخلوط مع بعضه حلو اهوت، وسويته، سويت السطح بتاعه وحطيت المية لها اهوت. الميه يعني زي سنتي كده على سطح الرز، وحط له الملح بتاعه اهو. واغطي عليه، لان طبعا احنا كلنا عارفين ان الرز بيستوي بالبخار، لازم يكون الحله متغطيه. علي عليه تاني اهوت، كنت بشتغل والنار واطيه، عليت عليه اهوت واسيبه. بعدين سبت الرز على البوتاجاز اهوت وحاجي للمواعين. الالومنيوم بغسلها بالسلك الناعم ديت، احسن حاجه للالومنيوم السلك الناعم. السلك الاستانلس ما بيلمعهاش، والصابونه اللي هي الذكيه صابونه البيئه ديت اللي كانوا زمان، هي اللي برضو
بتلمع الالومنيوم، كان زمان كله بيغسل بيها حتى الملابس، وكويسه للشرابات برضو. وجنب هو الجيركن بأملاه من الفلفل، هو عندي مفروض خلاص هي والبيكوه. يعني بأقل مجهود برضه، أنا ما كنتش متكتكية يعني، بس بتلمع على طول اللي ده السلك الناعم والصابونة البلدي. أجي على المواعين التانية، الواحد كلكم عارفين لما بيبقى فيه أنفار بتشتغل في البيت المواعين بتبقى كتير، بحطه كده عشان الصابون ينزل عليه. شوف الرز كده، شوف بيستوي بالبخار ازاي، الحلة بيرتفع كل ما بيستوي بيرتفع، برضو هغطي عليه لحد ما يشرب خالص. وبعدين عندي هنا فراولة اهي افرصها، بأشيل اللي هو الاخضر اللي عليها ده البرعم ده، وبأغسلها واحدة واحدة، لان طبعا احنا عارفين ان هي بتبقى في مزارك، المزارع دي الصوب يعني بيبقى عليها رملة، بغسلها واحدة بواحدة. واللي هي تافهة يعني كده بشيل، ما لهاش عازة مش مشكلة، لان احنا عارفين ان الفراولة ديت ما لهاش روح. يعني انا جبتها امبارح وسهيت عنها عشان الانفار اللي عندنا دول اللي بيشتغلوا. وبعدين ببص برضو فيها تالف اهو، غسلتها كلها هيت ونضفتها كويس خالص في علبة التلاجة هي اتحطتها، بعد ما صفتها وهي تحطها افرصها. وحطيت الصينية اهوت، هبدأ احط الاكل للانفار اللي بيشتغلوا في البيت. انا عملت شيبسي اهوت، وده فول على فكرة، ده فول اخضر طبخاه، وده سفند اهوت، وده كرات وشبت برضو للي عاوز يعني ياكل منه بعيش، والعيش برضو اهوت هحطه لوحده، لسه هحط عيش عليه كمان. وحطيت سمك اهوت بوري، حط عليه ليمون اهو. على فكره هما نفرين اتنين اللي بيشتغلوا في البيت بس، واسلام معاهم يبقى تلات، يعني الاكل ده لتلات انفار. وادي التلات معالج اهمت على جنب اهو جنب الصينية اهو، ودي سلطة هي عملتها لهم، ودي حتة جبنة هي، يعني الجبنة اللي عاوز ياكل بعيش ياكل، واللي عاوز ياكل برز ياكل، واللي عاوز ياكل رز وعيش حاجات يعني كلها تتاكل برز وعيش. وادي الرز بشعريه اهيت اللي انا عاملاها، باكل اللي شفتوني وانا بعملها،
فبأغرف اهوت. انا بحب اغرف بالصحن ده صديقي، يعني عند المغارف وكده، ده اللي بيريحني بيسعفني لما بتبقى حاجة زي دي. يا سلام على الرز بشعرية، حاجة روعة، الريحة طالعة تحفة، يتاكل حاف كده من غير أي حاجة. وادي الرز اهوت على شعريه حطيته، وكده هنطلع الاكل للانفار، وتفضلوا معانا ودمتم في امان الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.